أظن واقع. هل يجوز للولد 12 سنة النوم بجانب أمه على فراش واحد؟ والله نمنع من هذا يا أختي على يعني في حضنها يعني ولا إيه؟ مش فاهم. لا يعني هما الاثنين نايمين على نفس، يعني على نفس السرير، هما الاثنين نايمين بس على نفس السرير، نايمين جنب بعض، مش والله ده، بس نايمين جنب بعض على نفس السرير. كان في هذا الباب حديث ابن عباس أنه نام مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة، هما بطول الوسادة وهو بعرض الوسادة. أما الولد في حضن أمه كده 12 سنة مراهق، امنعي من كده أفضل يا أختي. اه يعني حرام. مش هقول حرام، أقول لك امنعي من هذا. تمام، ماشي، جزاك الله خير. وياكم.